السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، كاينة حاجة نحب نذكركم بها، وهي أن هناك ما هو أخطر من كورونا. الشيء الخطير والأكثر فتكا بالبشر هو التهويل الإعلامي. يعني يخليك موسوس طول حياتك، أو في هذه الفترة الموجودة. أنا واش نقول؟ نقول للناس، خاصة الواحد مسلم مؤمن، والنساء اللي راهم يخافوا بزاف، كان والو، مجرد فيروس وعنده دم. ضرب إن شاء الله سنجتاز هذه المرحلة إن شاء الله. إحنا فرحانين، نتمنوا من هذا الطاعون، هذا الجائحة هذه. ولكن الشيء اللي نحب نقوله ونعاود ونأكد عليه هو، يا ناس يا ناس يا ناس، إلا كان ما تربيتوش هذه المرة ما زلتش تترباو، صدقوني والله العظيم، إلا ما تربيتوش هذه المرة وما رجعتوش المرة هاد لبعضاكم، ما تسامحتوش وما تعاونتوش، وكل واحد عنده مشكل مع واحد يروح يتسامح معاه ويطلب منه السميحة، واللي ما دار دراهم الناس يرجع لهم، واللي كلا حق الناس يرجع لهم. نظن هذه مناسبة إن شاء الله باش نرجع إلى الله عز وجل. هذه فرصة إن شاء الله كل واحد يصفي نفسه ويصفي روحه وتوسوس. ما كان إذا كان يجيك المرض ويجيك توسوس ولا قعد، ما كاين والو. كاين ناس هنا في القنوات، خاصة الحتالات هذوك الحركيين اللي نتاع الزوح، راهم ينشروا في, 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 في حرب لا تبقي ولا تذر هو وسط الناس. والناس للأسف الشديد تم من هاد الخزعبلات وهاد الأكاذيب وهاد ما تمنوش. يا إخواني، اللي يقول لكم راهي تكذب الدولة وما تعطيش أرقام حقيقية، راهي أرقام حقيقية يا جماعة. حتى إذا كان غلطت في فرق مش كبير، أنا مانيش ندافع على الدولة، هذه حقيقة، سيت اون رياليتي. يسمك الله يهول ويكبر. مجرد مرض، فيروس، كيما نقولو حنا نتاع الزضرة تاع الزكام، زادوا له فيروس سارس، وعاد شويه واعر، ولكن ماشي للدرجه اللي راهمي يهولوا بها الحالة. هذه لازم نطلعوا على الكتاب نتاع رقعة الشطرنج، تفهموا حوايج بزاف. لازم لكم المطالعة، واليوم هذا مادام راكم في البيوت إن شاء الله اغتنموا هذه الفرصة، قرأوا القرآن الكريم وطالعوا، وبركوكم من البحث في القنوات اللي ما هيش صالحة. وهذه فرصة الإنسان يعاود يراجع نفسه، يراجع نفسه، يراجع نفسه، يراجع أنفسكم يا جماعة. أخوكم الجيش اللي يدعمكم بالدعاء لكل مسلم مؤمن موحد. يا خوتي، الدعاء الدعاء الدعاء، والله العظيم والله العظيم، سلاح المؤمن هو الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار هو سلاح المؤمن. استغفار، ما عندكش مشكلة تقول استغفر الله استغفر الله، انت قاعد شوية هكذا دقيقة دقيقتين ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة من الجنة، يعني مخرجة من الجنة، فهمت كيف؟ وإن شاء الله يكون فيها خير، وبحول الله ما تتقلقوا، ما كاين والو غير تهويلات نتاع الإعلام الفاسد، الإعلام الصهيوني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ما تنسوش اخوكم عمار الجيش دي
لاشين نتاعو شوية وقت بزاف اللي شفتهم نصاحبو ارجعوا الجماعة وخلينا مهما انا ضد الاخوانيين ولا ضد هذا ولا ضد هذا، هذه مجرد افكار برك ومجرد اراء، سي توجور دي زوبينيون. بارك الله فيكم وجزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.